هاي الطفلة معوقة أول شيء، هاي هذا العوق مالتها، وهاي رجليها، وصار عندها عندنا هنا صار عندها تغرح. التغرح دخلنا بالمستشفى، مستشفى الحسين التعليم 15 يوم. اجانا دكتور قال تودونها المستشفى خاص، المستشفى خاص فيه هو، قال تودونها المستشفى خاص على مود اسوي لها عمليه ترقيع. قلنا له دكتور يعني ليش ما تسوي لها هنا؟ قال المستشفى العام لا عليه رقابه وما بي جهاز حتى ما ترقيع، ودوها هناك على حسابكم. قلنا له يدوا شنو يضمن العمليه نجاح؟ قال لا نجاح 100%، تعطوني 500,000 هسه و350 للمستشفى، الوصولات هاي عندنا و350 للمستشفى. لما رحنا دخلناها اجانا شال من هذا، شال منا عمليه ترقيع سوالها، شال منا وخلى ظهرها مده ربع ساعه، ربع ساعه قال طلعوا البنيه بعت بالبرج، خلينا وطلعنا والبنيه معاقه وانتم راويتكم الحاله، خلينا وطلعنا. قال يومين تجوني، يومين اجينا لعمليه الترقيع، وين ما فتح الشاش طاح بيده اللحم هذا اللي شايله، طاح بيده، لقيناه خايس معفق. قلنا له ليش هيك دكتور؟ قال والله مشكلتكم ايش تريد تسوون؟ يعني مشكلتنا شايفين فقره، يعني اذا نمشي بالقانون ما اعرف وين توصل، اذا نمشي بالعشائر قلتوا همج. اريد اعرف اخاطب من شلون اقدر اوصل هاي الحاله وهاي البنيه معوقه. هسه احنا كان عندنا جرح واحد، هسه صار عندنا جرحين، هذا الجرح مالته ملتهب، الجرح مالته هو هذا الدكتور اللي قال راح شال منه وخله هنا، هسه التهبن عند اثنين، كان عند واحد هسه التهبن عند اثنين.